أخواتي السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم بإذن الله حول رابط استدعاء مباراة الملحقين القضائيين لسنة 2021. فإخواني أخواتي، البوابة الإلكترونية هي كالتالي drh.justice.gov.ma. قبل ما نمروا للبوابة لابد من إعلان عن أن المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات كتابية يجب عليهم سحب استدعاءاتهم من موقع مديرية الموارد البشرية على الإنترنت. البوابة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف الانطلاق ديال استخراج استدعاء أو كونفوكاسيون بور لو كونكور إكري. فبدأ من يوم الجمعة 24 دو جانفير 2021. غادي نمروا البوابة الإلكترونية اللي هي drh.justice.gov.ma. فإن فوا كتدخلوا ليها تتلقاو هاد لابلاتفورم مديرية الموارد البشرية مباراة توظيف الملحقين القضائيين الفوج 45. فإن فوا كتدخلوا البوابة كتلقاو هنا دخول تسجيل المعطيات الشخصية، معطيات المباراة، تأكيد وطباعة طلب التسجيل. فملي كتكليكو على دخول كتجيو هنا كتلقاو تسجيل جديد او سبق لك التسجيل. هنا رقم البطاقة الوطنية كتسيزيوها، هنايا باش كتبدا لي دو ليتر الاولانيين، هنا تاريخ الازدياد ديالك. فمن بعد ما كتسيزي رقم البطاقة الوطنية ديالك وتاريخ ازدياد، ان فوا كتكليكي على تسجيل الدخول غيعطيكم لاكسي بوغ تيليشارجي كونفوكاسيون ديال الاختبار الكتابي. فانا ما غاديش يعطيني باسكو جو سوي با كونسيرني. فهنايا غادي تعمروا ان فوا غتكليكيو على تسجيل الدخول. قبل ما ندخلوا البوابه الالكترونيه لابد من معرفه اننا واش ضمن اللائحه المقبوله لاجتياز الاختبار الكتابي. فاللائحه غادي نبينها لكم وهي كالتالي.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.